السلام عليكم اليوم راح ناخذ موضوع الابسوليتلي كونفرجنت او كونديشنال كونفرجنت او دايفرجنت تقريبا هذا السؤال يكون اول شيء راح نجي ناخذ الخطوات اول شيء تاخذ المطلق للسيريز يعني شنو من ناخذ المطلق ايش راح يصير من تاخذ المطلق للسيريز تتخلص من الحدود السالبة باي شيء سالب يطير هاي اول شيء ثانيا نختبر السيريز بعدد التيستات اللي اخذناها ونحدد ماذا لو كان كونفرج او دايفيرج تجيب السيريز تشوف شكله عليها على يا سيريز على عفوا على يا تيس او على يا سيريز وتطبق اذا كان كونفيرج جوبل تقول عليها ابسولوتلي كونفيرجنت وتنهي السؤال اما اذا كان دايفرجنت تجي تكمل بشرط ان لا يكون دايفرجنت من ريشيو روت يعني اذا طبقت ريشيو او روت وطلع دايفرجنت تنهي السؤال تقول دايفرجنت خلاص بس اذا استخدمت غير تيست ايش راح تسوي تجي تقول انه ناخذ الليمت مباشره اذا كانت نتيجة لا يساوي صفر فنقول دايفرجنت اما اذا كانت الليمت يساوي صفر فنطبق شروط alternating series الترنيتنج سيريز اخذناها بالفيديو السابق اللي هي شرطين او ناخذ ليمت البي ان أخذ لازم تكون يساوي صفر وايضا هي الشروط انه الليمت للبي ان يساوي صفر والبي ان يكون اكبر او يساوي بي زائد واحد اذا تحقق نقول عليها كونديشنال كونفيرجنت هسه راح ناخذ امثله حتى تتوضح عندي الامور بالتفصيل إعادة سريعة ناخذ مطلق السيريز نتخلص من الحدود السالبة نختبر السيريز بعد التستات إذا كان كونفرج قبل نقول عن كونفرج وبعد ننهي السؤال لهنا أما إذا كان دايفير شرط أن لا يكون من الروت أو أو الراشيو إذا كان من وحدة من هذين فننهي السؤال أيضا نقول دايفيرجنس وننهي السؤال أما إذا كان من غير تيست فنكمل إذا كان نت. إذا كان من غير تيست نكمل ناخذ ليمت للمعادله او للسيريز اللي عندي اذا كان لا يساوي صفر فنقول دايفرنج واذا كان يساوي صفر نطبق الشروط alternating series واذا تحقق فنقول على conditional converge حلو ناخذ هسه هذا المثال هذا المثال اول ما تشوفه اول ما تشوفه يصيح يصيح يصيح, يصيح. شي يصيح يقول لك انا الريشيو مبين الريشيو راح اذكرك بالريشيو الريشيو شي يقول لك الريشيو هذا الريشيو ريشو شو يقول لك حياه الريشو واللي يسأل على الملخصات وين وأما تلقيها بالبوت مال الهندسه او راح تلقيها بقناتي مال إنجي محمد ماجد على اليوتيوب أه، حتلقيهن انه الفيديوهات موجوده بقائمه تشغيل مال هذا التشابتر اللي هو سيكونز ان سيريز راح تلقي جو الفيديو كل فيديو وملف مالته او ملخص مالته ده شو ده يقولك ذكركم بالريشيو تيس يقول لك المعادلة أن يعني يكون هناك إن كأساس وأس إن كأساس وأس إن كأساس وأس بالله خلينا نشوف إن وينك إن موجود كأساس وموجود شنو كأس أساس أس أساس أس بما أنه توفرت أساس أس إنزين نطبق الريشيو راح تقولي محمد أه ايش راح اسوي بالريشيو؟ اذا ما تفتهم وما عارف الريشيو لازم تروح تشوف الفيديو مال الريشيو، بس باختصار ناخذ الليمت ونجمع يعني نسوي ان زائد واحد على اي زين مثل ما هسه نجي انه مثل ما تعلمنا بالريشيو تيست نجي انه هون نقول ليمت ليمت العدد ان نروح للانفينيتي العدد عشرة ان على ان زائد واحد اربعة ان. اثنين زائد واحد اذا النتيجة راح تكون اعتقد ان القلم آه، راح يكون انه اول شيء نجمع راح احللكم القلم الثاني لان القلم اعتقد انتهى عشرة ان زائد واحد على آه، حتى راح اقرب عند انه تشوفون يصير ان زائد واحد مثل السؤال زائد واحد زين في اربعة اربعة شنو اربعة اثنين وافتح قوس ان زائد واحد زائد واحد اوكي هسه نجي في المقلوب المقلوب المعادلة الاصلية فايش يصير انه اثنين زائد واحد في اربعة اه ايه اثنين ان زائد واحد على عشرة اين. اوكي نكمل هنا نكمل ايش راح يصير يصير انه اه هذا يتوزع عشرة في عشرة بس واحد هنا راح نجمع عن اثنين زائد هاي راح يصير ان في اربعة هذا راح نضربه هنا وراح نضربه هنا راح يصير اربعة اثنين ان زاد اثنين زائد واحد هذا حاصل جمعهم ثلاثة فهنا راح يصير يبقى ان زائد واحد على اربعة اثنين ان توزع ايضا اربعة اس واحد على عشرة اس ان هنا راح يصير هسه نقول هنا نقول عشرة ان في عشرة اس واحد هنا ان زائد اثنين في اربعة اثنين ان في أربعة أس في آه زائد واحد في أربعة اثنين إن في أربعة على إنه عشرة أس راح نختصر هسه يا عزيزي هنا اختصارات هذا وهذا راح يروح هاي واحد هذا وهذا راح يروح هذا واحد من عندهم يروح ويا هذا, هذا يعني واحد هذا راح يروح يبقى هذا شنو يروح يبقى يصير اثنين راح يبقى لي في السؤال؟ أجي أكتب عشرة إن زائد واحد هنا إيش راح يبقى أربعة أس اثنين أربعة أس اثنين في إن زائد اثنين أجي أجي نزل هذا أقول أربعة أس اثنين عشر إن زائد اثنين أجي أقول له يساوي أنت أوكي عشرة في إن عشرة إن زائد عشرة يعني هذا راح يضرب هنا ويضرب هنا هنا راح يصير إن زائد في اثنين اه اثنين وثلاثين ثلاثة اثنين, وثلاثين. اثنين وثلاثين. اش راح يصير هسه هنا ناخذ هذا المتشابه فراح يصير عشرة إن على ستاعش إن فراح يكون الجواب إنه عشرة اه على ستاعش بما إنه طلع لي عشرة على ستاعش إيش راح يصير راح يصير؟ انه اتذكر قواعد الرو اتذكر قواعد القز النتيجه النتيجه هنا هنا شو تقول لك؟ هنا يقول لك اذا النتيجه طلع لي رو هنا نطبق القواعد اذا كان قيمه الرو اكبر من واحد نقول دايفر اذا كان قيمه الرو اصغر من واحد نقول كونفرت نجي هنا بما انه المقام اكبر اذا اكيد راح يكون اصغر من واحد راح يكون شنو؟ اصغر من الواحد وبالتالي راح يكون converge. باي شنو هنا؟ باي ريشيو تيست. زين، هي ترى يكفي هنا؟ لا. هنا ما راح يكفي. نجي هنا، هنا كملنا اختبار. اقول لك إذا طلع لي converge قبل اقول له absolutely uh, converge. أما إذا طلع لي Diver نكمل. هنا ايش طلع لي؟ طلع لي converge. إذا أقول له قبل أنت هنا على صفحة أكتب اه uh, so. كونفيرجنت وعاشوا عيشة سعيدة هاي بالنسبة هذا السؤال نروح على المثال الثاني احنا نجي ناخذ هذا المثال المثال لو تجون تلاحظوا وتشوفوا ايش راح تستنتجون تستنتجون انه هذا التيست او هذا المثال على الروت تيست روت اسمي مثل ما تشوفون كل الارقام يكون في الغالب اس ان بالفعل كل الارقام بها اس ان هنا ايش نسوي قبل ناخذ المعادله انه هنا المعادله ناخذ لها شنو ناخذ ناخذ لها ناخذ جذر فاذا انت قبل تجي بما انه استنتجت انه شنو اسمها اخذت روت فقبل تقول الليميت انفينيتي جذر جذر شنو جذر انه الان تربيع زائد واحد على اثنين ان تربيع زائد واحد اوكي على ان هذا الإين وهذا يودي فاذا ايش راح يبقى لي؟ يبقى لي انه ان تربيع زائد واحد على اثنين ان تربيع زائد واحد زين ايش راح يبقى لي؟ اخذ هذا وهذا قلنا ان تربيع راح يصير اثنين ان تربيع راح يبقى لي واحد على اثنين واحد على اثنين هنايا بالروت بالروت شو يقول لك يقول لك اذا الروت النتيجه مالته طلع لي اصغر من الواحد نقول كونفيرج كومف. فهنا اصغر لو اكبر اصغر يعني واحد على اثنين اقل من النص فاصغر فقبل اقول له انت كونفيرج باي آه روت تيست فاذا هسه راح نرجع للملاحظات لل مالت مالت موضوعنا هي شو تقول لك؟ اذا طلع لي كونفرج قبل تقول انت ابسلوتي آه converge كونفرج اذا نقول له مو تدلل يا عزيزي هسا راح اكتب لك انت قبل اي بسلو لي آه آه. هاي بالنسبه لهذا المثال المثال الاخير مثال الاخير مثل ما تشوفون اول شيء احنا قلنا اتفقنا هنا لازم ناخذ مطلق للعلم والطاعة طيب. بس لان ماكو حدود سالبه فما اخذنا هنا ناخذ مطلق من اخذنا المطلق من راح ناخذ المطلق باع راح يصير تاخذ المطلق اول هنا آه. من راح تاخذ المطلق ان بنت ان سالب واحد مطلق السالب واحد ان زاد واحد على واحد على ان اذا هذا نلغي هذا اللي لان حد سالفه ينلغي، فاش راح يبقى لك بال 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 اسمه راح يبقى لك واحد على عين، واحد على هذا واحد على عين وين يذكرك؟ يذكرك بالهارمونيك سيريز، بشنو؟ هارمونيك سيريز اللي ينص انه اذا كانت المعادله واحد على عين دائما نقول عليها دايفيرج، فنجي نجي نجي على الامثله مالتي، الامثله شو يقول لي؟ يقول لي اذا طلع لي نكمل الخطوات. الملاحظة مالتك اذا كان روتو تيست اذا ما استخدمت روتو تيست لا استخدمت شيء اسمه هارمونيك واللي هي اللي هي تنص اذا كانت المعادله الاخيره واحد على ان قبل قبل اقول له انت دايفرجن بما انه دايفرجن نكمل الخطوه يقول لك انا طلعت بالروت لا اذا نكمل الخطوات ناخذ لم لمت مباشره اخذت ليمت مباشره يعني بس لا تتعصب ليميت للواحد على ان آه شنو هذا شو اسمه؟ ها ان الى فواحد على ان شو راح يصير على انفينيتي ويساوي صفر. نجي نكمل يقول لك اذا يساوي لا يساوي صفر فنقول دايفيرج هنا يساوي صفر اذا نروح على الثانية ثاني شو يقول لك اذا يساوي صفر نطبق شروط الالترنيتنج سيريز. الالترنيتنج سيريز شي نص يا عزيزي. الالترنيتنج سيريز هنا هذا الالترنيتنج سيريز زين اللي هي شو تقول؟ نقول لك تطبق هذا الشرط وهذا الشرط انه البي ان يساوي صفر اكيد يساوي صفر لان ثانية اخدته بس خلينا نطبق مره ثانيه اللي هي LIMIT ان يساوي انفينيتي فقبل واحد عفوا هنا واحد على N ويساوي واحد على انفينيتي ويساوي صفر اذا الشرط الاول تحقق الشرط الثاني يقول بي لازم بي اكبر فاوكي اجي هنا بي ان زائد واحد يساوي واحد على اثنين واحد اكيد هذا كبر هذا كبر اذا بما انه كبر فنقول انه البي ان زائد واحد البي ان مالتي اكبر من عنده بما انه هذا الشرط الثاني تحقق يقول لك اذا تحقق وين وين مالتي الشروط يقول لك اذا تحقق الشروط الالترنيتنج سيريز اذا تحققت نقول عليها كونديشنال كونفرجنت اذا نقول انه انت كون دي conditionally convergent اذا لهنا خلصنا موضوع absolutely ان شاء الله يا رب اوصلكم لكم الفكره واعذروني على التقصير وحاولوا تقرون اكثر من مثال واكثر من موضوع انا هسه حاولت اوضح لك فكره الموضوع ان شاء الله تلقون الملخص اسفل الفيديو ولا تنسون أن تدعونا وتدعون الاهلي اهم شيء وأهم إن شاء الله إنه إذا الفيديو فادك حاول توصلها لأصدقائك مع السلامة